حقيقي ولو ما المباراة ما كانتش بمستوى كبير إلا وأنه كان تنافس كبير من الفريقين، يعني كل فريق يعني بادر منذ الوهلة الأولى، وهنا هدف ولا أروع أيضا، تمتعنا بكثير من الأهداف في هذا الجولة وكلها يوسف معظمها سجلت في الدقائق الأولى. نقدر نقول أنه شبيبة القبائل ردت يعني دقيقة بعد ذلك رد الريال على لاعب قدري. مباراة ما بتسم يعني لم تبتسم ب يعني مستوى كبير إلا وأنه كان تنافس في وسط الميدان. سيد مصطفى هدان، كل شيء لعب في الدقائق الأولى في هذا اللقاء، هذا يدل على التركيز، يدل على ماذا؟ الشيء اللي القليل اللي نتمكن نقولوه هو يكون التركيز، والفريقين الاثنين دخلوا صامدين ودخلوا مباشرة في المباراة بدون كما يقال بدون الربع ساعة هذيك اللي تاع الملاحظة للفريقين، وكذلك أمر ثاني هو أن الفريقين كانوا جاهزين، اعتقد ما شفناش الحس الفطره تاع 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 تسخن الفريق كي تكون في المستوى يدخل مباشره في اللعاب، يدخل مباشره في المباراه، وهذا اللي صار في هذا المباراه. المباراه كانت متوسطه على العموم كما قال مصطفى مزا، ولكن والنتيجه اعتقد نتيجه منطقيه. ماذا نتكلم على مباراه متوسطه، مباراه اخرى متوسطه كانت لعبت مسبقه يوم الجمعه بين مولوديه